القهوة وشاي ولب. اه تسلم ايدك. والله ما انت قايم. الله، ما انت في مقام اخوك الكبير برضو. ما هو لازم يقوم عشان يشرب القهوة، وبعدين هو مش في مقام اخويا الكبير، ده هو بصحيح اخويا الكبير، بس اوعوا بقى تقولوا لصالح لحسن يزعل مني. ربنا ما يجيب زعل. والله شوية القهوة جم في وقتهم، انا كنت اغفل. الواحد لما يكون عاوز ينام ولا مليون فنجان قهوة يصحوه. انا جوه لو عايز قهوة تاني. على قولك. والله يا اخي انا لو منك لا هبلبع حاجة ولا هشرب قهوة، انا هريح ساعة ساعتين ثلاثة كده يبقى احسن لي. بلا ريح ساعتين بلا ثلاثة، انا لا هرتاح ولا هيجيني نوم غير لما اخلص مصلحة الشغل اللي في ايدي. ما هو الشغل ما بيخلصش يا حاج، وانت لازم ترتاح وتنام عشان تعرف تشتغل. سيبك بقى من سيرة النوم دي يا محمد، وخلينا نركز في المصلحة وفي الشغل. ربنا يستر. بصراحة يا حاج انا مش موافق، وبيتهيألي احمد كمان مش هيوافق. لو ما وافقش يبقى ملكوش في الطيب نصيب، واعمل المصلحة دي لوحدي. يا حاج ابوس ايدك، ما تكبرش وتركب دماغك، انت بتتكلم في خسارة توصل لملايين. يا عبيط، قول مكسب ملايين مش خسارة. ده شهر رمضان المبارك، عارف يعني ايه شهر رمضان؟ يعني فلوس متلتلة، الناس بتصرفها في الاكل وفي الشرب. ما هو مش اكل وشرب يا حاج، ده بندق وفستق وقراصية، ويا ريتك حتى هتدي التجار البضاعة وتاخد فلوسها. لا ده انت عايز تستنى لما يبيعوها واخر الشهر تاخد الثمن. افرض ما بعاش يا حاج، نلبسها احنا. يا ابني فهمني، انت اما تروح للتجار تقول لهم اعرضوا البضاعه بتاعتي دي في مكان حلو وظاهر وبدفعوا لي الفلوس ديت اخر الموسم، هتخسر ايه؟ ده انت كانك اشتريت المكان بتاعهم ببلاش. ركك بس البضاعه دي تنزل السوق، اراهنك الناس هتقف عليها طوابير، وبعون الله هبدور لك مصر دي كلها مكسرات. والحاجه اللي كانت الناس بس بتسمع عنها مجرد سمع هتشوفها بعينيها وهتدوقها وهتدفع ثمنها، واحنا برضو بما يرضي الله هناخد هامش ربح بسيط. خلي الغلابه تاكل. عارف التجار اللي هياخدوا مننا السنه دي؟ السنة الجاية هيقفوا علينا طوابير، ساعتها بقى نبيع بالسعر اللي على مزاجنا. فهمت يا محمد ولا فهمك ازاي؟ والله يا حاج انا عن نفسي فهمت، بس برضو خايف من الخسارة. خايف يبقى متشتغلش الشغلانة دي، تشرب الشاي بلبن بتاعك، تغسل رجليك، تخش تنام. طيب خلاص يا حاج بالراحة، بس نستنى نشوف احمد هيقول ايه. انا مش هستنى حد، وبعدين انا عارف احمد هيقول ايه. هيقول ايه؟ ويفوز باللذات كل مغامر. فضل حاجة فاتح. استاذ احمد مش معقول كده، انت كده بتطاردني. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قلت لك انا عندي ارتباطات كتير ومش هقدر ارد عليك دلوقتي. دوري يا استاذه، احنا جايين نقابل سيد الوالد. بابا؟ ايوه. تاني معقوله ما بتتعلميش من اخطائك ابدا؟ انا اسفه. اتفضل. اتفضل يا حاج. او اتفضلوا، دي كان لازم تبقى اول حاجه تتقال. اتفضل. هنعمل ايه بقى يا حاجه فتحي؟ الناس ما بتتعلمش من اخطائها. هو ده البني ادم. معلش بقى يا استاذ احمد، المره جايه وانت جاي فجاه كده هبقى اتعلم من اخطائي. ان شاء الله. اتفضل يا حاج. بلاش يا استاذ دي بقى، خليها كده احمد. يا ريت تنده لنا السيد الوالد. طب ثواني، اوعى تكونوا جايين له علشان يضغط عليا اني اشتغل عندكم في المزرعه. لا ابدا مش جايين عشان كده خالص والله. اولا لان حضرتك ما تضغطش عليكي، ثانيا احنا عارفين انك شخصيه مستقله، ثالثا لو جايين علشان اي حاجه تخصك كنا هنيجي بناء على توصيه منك. رابعا يعني اكيد بتعرف تعمل شوية شاي. نسيت اعرفك، اخويا فتحي الكبير. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. وحضرتك يا استاذ احمد تحب تشرب ايه؟ ينسون. هو بعد اذن حضرتك انا مش عايزك لا تستزيني ولا تحضريني. على فكره يا حاج فتحي، اخوك الاستاذ احمد من اقرب الناس اللي قابلتها في حياتي. الحقيقه هو برضو بيشكر فيكي. لا اله الا الله يا حاج فتحي، وهو اغرب دي اللي عرفك انها شكر، ما احتمال حاجه وحشه. الله اعلم. يا ريت شويه الشاي وبابا بصوا. يا سعاده النايب، المطره لما تمطر بتغرق الناس كلها. الا اللي فارد شمسيته يا حاج. وليه سعادتك تفرد الشمسيه؟ ما تخلي الخير يعوم. وبعدين احنا قصدينك في حاجه مش عايزينك تصدنا انا واخويا. ها، مع احترامي الكامل ليكوا انتوا الاثنين، انا مش متعود اشارك حد ما اعرفوش. يا فندم سعادتك ما تعتبرهاش مشاركة، اعتبرها مسندة. اعتبرها اتفاق لتبادل المصلحة. احنا من مصلحتنا اننا ندخل شحنة اليميش والمكسرات دي على ورق شركة حضرتك، ومن مصلحة الشركة انها تاخد عمولتها ويضر ما دخلك شر. ما الشركات في بورسعيد مفيش اكتر منها. يا سعادة الباشا، المصلحة انا نخلصها مع اي شركة في شهر، مع شركة سعادتك نخلصها في اسبوع. وما تاخذنيش يعني، رمضان على الابواب، يعني مش عايزين نتلبخ ونتلخم زي فوازير رمضان والعياذ بالله. الله يحظك يا حاج.
كمان يا فندم احنا ان شاء الله باذن الله هنعمل لسعادتك اعتماد بكامل المبلغ، يعني مش هيتبقى علينا جنيه واحد، لا في مخاطره ولا خوف. استنى انت يا احمد، لو ال 10% مش على هواك خليهم 15%، بس هنا شرط قد كده. الله، شويه هوا، انما ايه، ما تشمهمش في اي حته غير في مصر. الف انا وشايفها يا حاج. الله، مالك بتقولها من تحت الدرس ليه؟ لا العفو يا حاج، بس في الحقيقه ما عجبنيش اللي حصل مع حسين الحناوي. ان انا خليت نسبته 15% بدل 10%، يعني مش بس يا حاج، امال في ايه تاني؟ انت خليتنا تحت درس وحجيجه. وحياتك يا احمد، وحياتك وحياة ابوك كمان، لو حط لك صبعه تحت درسين يا احمد. عيب يفضل الحاج فتحي، وما انا شرطت عليه ان هو يخلص لنا ورق الشركه بعد ما تيجي الشحنه وبعد ما ياخد نسبته كمان. طب وايه علاقه الشرط ده يا حاج باننا نبقى تحت درس ولا هو اللي يبقى تحت درسين؟ هو الوقت لما ياخد نسبته ان هي ازيد من حقه بكتير هيحصل له ايه؟ هيطمع ويبقى عايز يشاركنا باي طريقه، يعني هيطلب. ساعتها بقى احنا نشرط ونتشرط، هو ده اللي انا عايزه. هلفه كده كله على بعضه واحطه في جيب الصغير. ساعتها يا احمد يا سكر بنات يا عسليه هنبقى اعضاء في مجلس الشعب ومن غير ما ندخل الانتخابات. يعني اي مصلحه فيك يا بورسعيد او بره بورسعيد هيخلصها وعلى حس. حلو قوي يا حاج، حلو قوي. بس بصراحه انا بخاف اقرب من السلطه ورجاله السلطه، قرصتهم وحشه قوي. بالعكس يا احمد، انت تخاف لما تبعد عنه. انت طول ما انت حافظ مركزك وقرشك في جيبك وماسك اللجام تقدر تجري وترمح زي ما انت عايز. ايوه بس ده سريع قوي. ايه ده كله يا احمد يا ابني؟ فضل خيرك يا حجيجه، شويه قراصية على تين على مشمشيه على عين جملوس، كل الحاجات. انا يا ابني عمري ما اشتغلت في الحاجات دي، وحتى لو اشتغلت فيها مش هشتغل بالكميه الكبيره دي. وبعدين تعالى هنا، مين في منطقتنا بيتعامل مع القراصية والمشمشية وبوزو اللوز؟ يا حاج خليهم ياكلوا، اهو اللوز ياكل ياكل اكتر، واللي ما معهوش اديله يا سيدي بالتقسيط. ربنا يرزقك يا ابني ويهديك من واسع ويبارك لك في القليل يكتر قادر يا كريم. امين يا رب، بفضل دعاك يا حاج. انا هطلع اشوف ام هاشم واشوف سميحه بعد اذنك وانزل تاني، بس ما تحاسبش حد ولا تدي وهبه لحد، انا مخلص كل حاجه. طب وانت نازل هات لي البنت ام هاشم العب بيها شويه. على عيني. نازل يا ابني نازل، يلا اقعد عصفور، ضاع عمر اهلك ما كلمتها.